الأفندي جاء يا سيدنا. خليه يتفضل. تعال يا أفندي. السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام. أنت فين يا؟ مالك دمك تجري كده؟ أنت كنت زين وقعدتك حلوة. إيه اللي غيرك كده؟ ولا حاجة يا سيدنا. سبحان الذي يغير ولا يتغير. سبحانه وتعالى خلق القلوب متقلبة، تحب وتكره، تنقبض وتنبسط، تتجرأ وتخاف. سيبنا دلوقتي من الحديد ده وخلينا فيك. مش أنا قريت الحكاية اللي أنت كاتبها؟ بجد يا سيدنا؟ آه. طب وإيه رأي حضرتك؟ عجبتني. كتابتك حلوة. تخلي اللي يقرا يقول ان الحكايه صح صح. بس ما عجبتنيش حاجه. يا ايه يا سيدنا؟ الست اللي اسميها زهره دي. ايوه ايوه مالها؟ ايه الغلط اللي عملته عشان تبقى نهايتها وعره قوي كده؟ يعني هو حضرتك ما تقدرش تقول انها عملت غلط. الظروف اللي كانت حواليها هي اللي خلتها تعمل كده. بس كافيه تعيش بما يرضي الله. الراجل اللي حبها تعيش معاه. مش انت كنت كاتب ان هي قمار حبته؟ ايوه بس يعني هي كان نفسها تعيش تحت رجليه بس رفضت عشان الظروف اللي هو كان جاي منها. تقوم تعيش في لوحدك ده يبقى غرضها في الدنيا الفلوس وبس؟ لا مفيش حاجه في القصه بتاكد ده، بس الناس اللي حواليها هم اللي حكموا عليها بسبب الظروف. بس كان ممكن تطلع منيها بما يرضي الله. بس انت خليتها تختار الطريق الواحد. عارف لو كنت عملت كده كانت هتبقى حكايه زينه صح. انا ما خليتش زهره تختار. الظروف اللي حوالين زهره هي اللي خلتها تعمل كده. تخيل لو كان الراجل اللي حبها فضل جنبها وما تخلاش عنها، مش يمكن حياتها اتغيرت تماما؟ ممكن اسالك سؤال؟ اسال. هو حضرتك حبيت كام مره قبل كده يا سيدنا؟ لا الحب والعشق ده احنا ما نعرفهوش، ده انتوا اللي تعرفوه في بحري. لا يا سيدنا الحب ما فيهوش لا قبلي ولا بحري. في ناس كتير حبت في لحظات يا سيدنا. بس اللي زي حالاتك ده زي ما بقول لك ملهوش في العشق. يعني ام الاولاد ما كانتش اول حب؟ بتقول ايه يا عبد ربه؟ دي بنت عمي. احنا الصعايدة عوايدنا كده. ابويا الله يرحمه كان غرضه ما نفرطوش في العيلة. وبعد كده جوني العيال فوق روس بعضيهم. امهم ماتت وهم صغيرين. بس انا سمعت ان حضرتك اتجوزت بعد كده برضو. ها كذا مرة. بس من غير العشق اللي بتقول عليه ده. طب يعني عايز اسأل حضرتك عن حاجة بس تاخد وتدي معايا كده، عشان حكم القعدة مع حضرتك يعني هي اللي مصبراني على الغربة اللي أنا فيها دي، وربنا يعلم أنا بقيت عايز حضرتك قد إيه. ما دام قدمت المقدمات دي يبقى كأنك مكري علي الليلة. قول عاوز تقول إيه؟ يعني أنا لما جيت من القاهرة لقيت حضرتك في حالة أسوأ من اللي أنا كنت فيها، واستنتجت يعني إن السبب هو الست اللي حضرتك جوزتها وطلقتها. وانا شفت حضرتك بتودعها قدام القطر. انا اسف. يظهر ان كرمك معايا غرني. عاوز تعرف ايه يا فندم؟ عايز اعرف اللي حضرتك تسمح لي بيه. ودينا بندردش. كانت مرة زينة. بس سبحان الله. محدش كان. يعني ما تناسبنيش.
حضرتك عرفتها منين؟ الله أكبر الله أكبر، والعزة والجلالة لك يا الله. قوم يا فندي نصلوا العشاء. ماشي. بس يعني كنت استاذ حضرتك، يعني عايز اروح اتوضى. ما تجويش. امر يا سيدنا، خد الافندي معاك وريه طريق الحمام. ورايا يا افندي. اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، مش عني من التوابين، مش عني. وكأني يجب علي قبل مقابلة الملائكة الوضوء. نعم، فهي كالملاك، وعلي أن أعترف بأن لقائي هل وصل بي الحال في نجع السيد أن أخشى حتى في كتابة ما أحلم به أن أكتب ما أتمناه؟ والعجيب أنه من المفترض أن تصيبني هذه الحالة بالإحباط أو الاكتئاب، إلا أنني لا أشعر بذلك الآن. ولا أنكر أن رؤيتي لسيدنا ومناقشتي معه قد حولت مشاعر الحزن التي كنت أشعر بها، وعاودت من جديد إلى فضولي في كشف خبايا وأسرار هذا الرجل. فاليوم سألته عن تلك المرأة فتبدلت ملامحه تماما. العشاء يا بنات. مالكم سرحانين في ايه انتوا الجوز؟ مفيش يا بخيتة. معلش سرحوا فيه يعني؟ على بخيتة؟ طب اختك سيادي وجالها عريس وحقها تسرح وتفكر للصبح وتعمل اللي هي عاوزاه، انت سرحانه في ايه عاد؟ يا ستي قلت لك ما سرحناشي، انا بس نعسانه وعاوزه انام. هو ابويا في المنظر يا بخيتي؟ لا، صلى العشاء مع الافندي وفتش الري الجديد وطلع على اوضته. الا بالحاج يا بخيتي، هو مفتش الري الجديد ده عامل ايه في البلد؟ الصراحه اللي فندي يفتش الراي الجديد ده واد حلال، كل البلد بتتشكر فيه وفي شغله، وسيدنا كمان بيحبه وعلى طول بيقعد يتحدث معاه. ده بيقعد معاه اكتر ما بيقعد مع اخواتكم الرجالي. النهارده قعدوا مع بعض كتير وسيدنا كان متأنس معاه على الاخر. طب انا هنام عاد، تصبحوا على خير. والواكي يا وداد؟ لا ماليش نفس. يا بنت الحاج اقعدي معايا قبل ما اهملك ترني بين اربع حيطان. طب يا سيادة ما ينفعش تتجوزي وتقعدي معانا هنا في البيت، هو البيت كبير. منين عاد؟ يا ريته كان ينفع. الست بيتها بيت جوزها، وعقبالك تحصليها ونفرح بيكي وتهمليني لوحدي. أنا ربي وأكبر وهم ياجوا ياخدوكم مني على الجاهز.